السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم ديكور، كيفاش نخدموا ديكور للصالون تاعنا ولا للطاوله. نستخدموا هاد القارورات الزجاجيه. هاد القارورات يديروا فيهم زيت الزيتون ولا يديروا فيهم العطور ولا، وهادو كيسان تاع لاتاي عمرتهم بالشمع، وهذيك الكاس الثاني تاع هو خاص بالشمعه، انا كملت لي خويتها وعاودت بغيت نستخدمها. ولا ديري كاس تاع الزجاج يكون متين زعما حاجه شابه وسوليد وتديكوري. نحتاجو ثاني هذا الورد الاصطناعي هذا اللي يجي معطر، وهذا العقاش هذا درته بصح عاودت قلعته ما عجبنيش، وركبت هذا الورد داخل هو الاول. ولا حتى تكملي الخدمه ومن بعد ديريه، ماشي مشكل زعما دوك تفهموا واش غادي نخدم. دخلت هاد الورد هنا شويه وخليت ثاني شويه للكاس، ونديكوريهم بخيط تاع الخيشه كما شفتوا، هذاك البوبينه يكون خيط رقيق، ونغلف القاروره ونغلف ثاني الكاس ولهذاك الكاس تاع الشمعه، ونديكوريهم في الصاله. انا حاولت ندير بالتساوي، يعني درت شويه في الكاس وشويه في القرعه، وهذه ثاني درت لها العقاش بصح عاودت قلعتها، قلت لكم ما عجبنيش ما جاش متناسق مع الديكور تاعي. نبداو هنايا بهذا الخيط تاع الخيشه، نغلف القاروره من فوق من فوق زعما من البلاع من الغطاء تاعها، ونهودو حتى للتحت، بصح ما نهودوش كامل لتحت غير شويه. دوك تشوفوا كيفاش نبقى ندور هكا ونلصقي، تدي وقت بزاف خاطرش الخيط رقيق، وحاولي ما تكثريش بزاف الكولا باش ما تبانش لاكول، تبان هكا باينه فيها خشتو الخيط رقيق بزاف، يعني ديري شويه ولصقي حتى نكمل حتى النصف تاع القرعه. كي نحبس حتى النص تاعها تشوفوا عاود الديكور اللي غادي نديره. هنايا زدت تهود شويه ثاني، نزيد حتى تقريبا نصف تاع القاروره هذه، ومن بعد نعاود نميل الخيط ونعاود ندير تزيين اخر. فكره، مجرد فكره، الا كانت عندك قاروره زجاجيه تكون شابه ولا كيسان، ولا تبدلي لهم الديكور تاعهم ولا تستغليهم في حاجه اخرى في تزيين الصالون ولا الطاوله، ولا مجرد افكار.
هنايا كي وصلت للنصف تاع القاروره بديت نميل الخيط شويه هكا، ندير شكل حلزوني يعني ندورها على القاروره حتى نهود لتحت ونعاود تحت ثاني ندير شغل واحد الطبقه ثاني سميكه يعني من الخيط هكا باش يعطينا واحد الديكور شباب، واحد نظره شابه في القاروره ما تبقاش هكا سامبل. وندير نفس الخدمه، نديرها في الكاس تاع الشمعه ونديرها في الكاس هذاك الصغير تاع الشمع اللي قلت لكم كان فيه انايا، كان فيه ديجا شمعه مشريه كيما هاك وكملت. دونك غسلت الكاس وعاود استعملته، قادر نعاود ندير فيه ثاني ندوب الشمع ونعاود نديرها فيه، برك انا اختاريت يكون تزيين ما عاودش نديرها الشمع، درتها موديل اخر. وهاد القروره غادي نلصق فيها هذاك البوكي تاع الورد. هنا شوفوا الشكل تاعها كيفاش خرج، ونشري جيبي بوكي تاع ورد يكون عندك ولا شري ولا تخليها هكاك ثاني راها شابه بلا ما ديري لها البوكي تاع الورد. انا راه عندي هذا قلت نلصق فيه ندخلها في وسطها يجي شباب. قلت لكم ثاني تقدروا تخلوها كيما راهي وتحطوها بلا عليكم كاع الورد الا ما كانش عندك، هذه مجرد فكره فقط. دوك نعاود نفس الديكور نديره في القاره في الكاس هذا تاع الشمعه وفي الكاس الصغير اللي شفتوه فارغ.
هنا تاني عاود درت نفس الخدمه كما قلت لكم. بديت هنا، بديت من الفوق، ما صح ما بديتش من الفوق نيشان، على خاطر شفتوا الكاس جاي شويه معوج هكا، فيه دودانات معوج شويه، دونك تما هوت شويه وبديت نخدم وندير هذا الكاس. غادي ندير فيه اغصان تاع، عفوا، هادو الصنوبر، صنوبر شدبري من برا، وهادو تاني هذا من البوكي قلعته، جاي متناسق معاه في نفس التام كشغل. هذا هو الشكل النهائي تاع الديكور، هذا اللي خدمته للصالون تاعي، حطيتهم فوق الطاوله. شوفوا خرج الشباب ما شاء الله. قلت له هذا البوكي تاع الورد، وقادره ما ديريهش كما قلت لك، تخليه سابل غير قرعه وحدها، ولا تشري هذا كل الوريدات يجوا شطبات هكا، غير شطبات وحدهم. وهذا الكاس الصغير درت فيه صنوبر وشويه تاع الورد من تحت. قلت لكم قلعت هذوك لي استخاص ما عجبونيش، ما عندي هاد لاناب تاع الخيشه، هادي كنت ديجا خدمتها في فيديو سابق. وهاد الكاس تاع الشمعه ديكوريته تاني، تقدري تشعلي هذيك الشمعه. هذا هو الشكل النهائي تاع هاد الديكور، ان شاء الله تكون عجبتكم الفكره ويكون عجبتكم الطريقه. طريقه جد سهله بسيطه، بحاجه بسيطه ديري ديكور اخر وديري لمسه في الصالون تاعك باشياء تكون موجوده في الدار، كاس عندك، قارورات ان شاء الله تكون عندك، يعني ماشي لازم نفس الستيل تاع القاروره هذه، المهم قاروره زجاجيه وتكون سامب، ما فيهاش ديكور، تكون ما فيهاش رسمه من الفوق. وكيسان تاع الزجاج ثاني راهم كاينين منهم وعليهم في البلاد، شري غير كاس تاع ليموناد ولا يكون كبير، ولا كاس تاع فلون ولا هكا، وديريه ديكوريه بهذه الطريقه. وان شاء الله تكون عجبتكم، الى اللقاء ان شاء الله في فيديو اخر وفكره اخرى.